طيب تفرق ايه
طريقي اقول برضه زيت ولا زيت. فمسألة سؤال بدل ما الاسماء واضحه تبقى ايه؟ ليه برضه بيمشي الفرد ولا لا؟ واسم الكلمه دي ديسند ديفايد كاري اتعلمها معايا كده. ديسند لمين؟ للتخصوص. تو ديفايد ذا كلاينت انتو تو ايه؟ حد يقول لي الخصوص اسمها لوبس تصغيرها. يبقى ديفايد ذا كلاينت انتو لوبس كبيره ثم لوبس. مين بص على الرسمه دي؟ بص معايا كده. مش ده فرابيك اهو؟ ده قسمها الى فص كبير وفص ثاني كبير. ثم هنا تصغير لوب ايه؟ طبعا انا مش هفهمها كلها، انا هسمع حته صغيره اللي فيها. طيب يبقى ديفايد ذا كلاينت انتو لوبس ذن لوبيوس. ممكن اسالك سؤال؟ كل ما دخلت الترابيك ده انا فكر يا دكتوره في الاجابه دي. كل ما الترابيك دخلت ولا كل ما رفعت كل ما الخصوص كانت اوضح؟ يعني شايف خصوص. يبقى الترابيك لازم تكون تخينه، يبقى المسافه بين فص وفص دي مسافه، فاحس انها متفصصه. لكن لو الترابيك رفيعه قوي يبقى الخصوص لازم ارفعها ولا لا؟ ممكن لاول وهله ما تاخدش بالك انها متفصصه اصلا. طالما في فيك ترابيكلي، بص الكلمه دي، يبقى في كلير لوبيوليشن. يبقى في ايه تاني؟ كلير تفصيص واضح. طيب حد شاطر يقول لي كاري ايه؟ طب بص يا شباب، هو مش ترابيك ده كونكتف تيشو؟ اي كونكتف تيشو بيحمل ايه؟ بلاد سبلاي ولا نيرف سبلاي ولا ليمف درين؟ يبقى كاري بلاد ايه؟ ولمف بزنس. استنى استنى، حط القاعده الجهاليه الذهبيه دي. اذا كانت الغده دي اكسوكراين، يعني ايه اكسوكراين؟ يعني ليها ضغط، يبقى كاري ضغط كمان. ينفع اقول كاري بلاد سيستم الغده اندوكراين؟ خلاص يبقى ما اقولهاش الا لو كانت ايه؟ طب والبرامج دي ايه؟ يبقى كاري مين كمان؟ مين اللي بصراحه؟ يبقى الطريقة دي كونكتف تيشو سيلز ودي فايبر. ثين ولا ثيك؟ ثيك. وريتش ان فات ايه؟ سيلز. ديسيل ديفاي كان ديسيل من عشان تقسم الجلان الى ايه ثم ايه؟ لوز ثين لوبيوز وبعدين كان ايه؟ بلاد فيسلز نيرفز ليمف فيسلز على الضغط سيستم. مين يقول لي الارضيه؟ حد فاكر المنظر ده؟ سيلز اسمها ريتيكولار سيلز ومعاها خيوط اسمها ريتيكولار فايبرز موجوده فين؟ في الباك جراوند. ما شفتهاش الا الاي جي. والاي جي هتدي لون ايه؟ براون. تيجي نبتدي بقى المحاضره بتاعتنا ونتكلم عن الحشوه الداخليه اللي هي البارينكما. لا انا معلش دكتور، البارينكما هي وحده الافراز والضغط. وحدة الإفراز فاكر اسمها أسهس جماعه ثم الدوت سيستم. على فكرة وصف الأسهس بتاع الفاروق الجميل هو سهل قوي قوي قوي، وإن شاء الله على آخر المحاضرة يبقى سهل قوي 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 هو الدوت سيستم. طيب تعالى كده نشوف. أنت قلتي لي نوع الأسهس سيروس، يبقى أنا هوصفها دلوقتي سيروس أسهس. دكتور يا كورة لما اخد فيها التعرض يبقى ايه؟ ملاحظ ان الدايمتر بتاعها صغير. بص على اسمك. طب واليوجن ده ضيق ولا واسع؟ يبقى ليها نار ويوم. على فكره طلبه كتير بيحفظوها وهم مش فاهمها، فلما يجي يوصفها يحاول يفتكر رسمه، ساعات تفتكرها وساعات لا. اللي فاهم عمره ما ينسى الوصف. فكر معايا، استخدم مخك. لما يبقى التجويف اللي في النص اليوم ضيق يبقى السيلز. بص بص انا بشاور فين؟ السيلز المبطنه ليها عاليه ولا واطيه؟ فكل ما عيل ضيقت اليوم، لكن لو واطيه يبقى واسع. يبقى طالما قلت ليها نار اليوم يبقى لايف هاي بيراميدال سيلز، اظن العالي قوي الهرم. يبقى السيلز عاليه زي الايه؟ زي الهرم. يبقى لايف ايه؟ هاي بيراميدال سيلز. بص على اسمه قول هل حدود السيلز واضحه؟ ولا انا عاملاها زي ما تكون منقطه كده؟ وعلى فكره عاده لما بنرسمها ما بنرسمش نقط، يعني حدود السيلز مش واضحه، ليها نون كلير باوندز. عايز اعلمك دي.
طب قبل ما افهمك امتى البعض بيصير واضح وامتى لا، مين يقول لي الكلمتين اللي قلتهم لغايه دلوقتي؟ الاسنس دي على بعضها اليونت بتاعها ايه؟ نار. سوري الدايمتر بتاعها سمول دايمتر وليها نار اليوم اللي بلاي فين؟ هاي بيراميدال سيلز وذ كلير ولا نون كلير باوندرز؟ طيب تيجي كده نشوف مع بعض لو دي سيل لمين مستني هنا؟ مستني هنا اهو. لو دي سيل لمين ودي سيل شمال؟ لو السيل ممبرين هنا ستريت وهنا كمان ستريت مش تبقى خط يبقى ليها حدود واضحه. لكن بص هنا حد شايف اللي بيحصل؟ هل السيل ممبرينز دي ستريت ولا فيها عارفين يسموها لاترال انتر ديجيتيشن؟ كان السيل ممبرينز معشقه ببعض كده. بالله عليك يبان حدود واضحه؟ يبقى ليها نون كلير سيل ايه؟ باوندرز عشان في تداخل ما بين السيل ممبرينز. طيب مين فيكم شاطر يبص على السيتوبلازم يقول لي لونه ايه؟ لا مش ازرق عادي. ده ازرق قطيس. السيتوبلازم از ديبلي ريزوفيل. مين بقى شاطر من ولادي فاكر من سنه اولى ايه الفرق بين كلمه سيروس ووتري سكريشن؟ مش قادر اقول لكم حبكم كل يوم يزيد في قلب السرير. كلمه سيروس يعني ميه وعليها ووتر بلس انزايم. طب مش انت تعرف من البايوكيمستري ان اي انزايم اصله بروتين؟ مسك عليها حبيبي قلت لي السيتوبلازم ريتش ان ايه؟ انا بصنع انزايم بفرز. دكتور دي بيسموها باسكت سيل او مايو ايبيثيليال سيل.
ربنا يفكرني. الديزيجر سيل دي الديزيجر سيل بس ليها قدرة على ايه؟ فسميناها سنة أولى مايو ديبيثيليال سيل. ممكن تبصي لي أنا هنا لو سمحتي دكتور معايا كده. دي مين دي؟ دي مين؟ الأسئلة سيل. هي المايو ديبيثيليال سيل دي مش واحدة، دي عاملة زي إيدي كده برانش سيل ولا لأ؟ أو ستيلين شيب سيل ولا لأ؟ دكتور قال لي بيراميدال سيل وادي البيزمنت إيه؟ هي فين ما بين إيه؟ البيز اوف ذا سيل اند ذا بيزمنت ميمبرين. هي واحده ولا كذا واحده في حوض الاسيوس؟ طب يا دكتور البروسيسز دي فيها اكتينومايسين يعني فيها كونتراكتايل فيلمز. بص ليه، بص على ايدي. لما تعمل كونتراكشن كاني بفعص مين؟ سكويز الاسينايد ديسشارج السرايبه فين؟ بالنفس. يبقى هي بتحيط مين؟ الاسيوس. ولما تحيط بالاسيد هي فيها كونتراكتايل فيلمز في البروسيس بتاعتها. لما تعمل كونتراكشن سكويز مين؟ الاسينايد، فتزق السرايب في الدرس. مين يكلمني عن مايو ابيثيليال سيل تاني؟ اوصل برانش سيل with many processes present ما بين ايه وايه؟ بيز اوف ذا سيل اند ذا بيزمنت. البروسيسز فيها ايه؟ اكتين فيها اكتين وايه؟ مايوسين. يعني فيها كونتراكتايل فيلمز. وين ذي كونتراكت ذي سويس مين؟ الاسينون ذي شوك ذي سلايف اوف ذا دوكس. اوعى تنسى مايو ابيثيليال سيلز دي سؤال شهور كويشن بنحب نجيبه في امتحان الميد ترم. فاكرين في امتحان الميد ترم هيطلع قريب بخمس نمر محسوبين ده امتحان اسئله شهور مش البونز. ما بتكلمش على البونز، بتتكلم على مين؟ طب هو مش احنا عايزينك تذاكر؟ هل في فرصة لمذاكرة الترم الأول غير في الترم الأول؟ لا مش خلاص، سنة تانية استراتيجية كبيرة جدا. إن في حاجات ما خدتوهاش السنة اللي فاتت وأجلناها السنة دي. حد فاكر اليوريدمي؟ أجلناه. سكين وليمفاتيك أجلناه السنة دي، فأنت عندك شابترز أوريدي زيادة عن إيه؟ السنة التانية المعقولة. هو أنت بتعمل إيه؟ بص يا حبايبي خلي بالك السنة دي سنة إيه؟ إيه فرصتنا في المذاكرة؟ دلوقتي. وخصوصا في امتحان محسوب هيبقى نظري أسئلة شهور. فلو سمحت بالحق ذاكروا معايا دلوقتي عشان ما يجي الامتحان ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش علينا كميات دي. وكويس الامتحان اللي جاي يبقى شهور خلصت من الجزء ده ذاكرته، ده كده فين؟ ده يفيدني جدا الامتحان ده في السنة. طيب عايزه من حضراتكم بقى حد فاكر سنه اولى وصل السيرتي لقاها فين تاني؟ السؤال شفوي. تقول لي تستربى ليه ايه؟ جلانس عموما. حد فاكر تاني؟ ماري جلانز انا اخدها في سنه ثانيه. وكانت اسوات جلانز خدناها في سنه اولى وكان اخدها في سنه ثانيه في سكين. اذا دي مطلوبه مني كم مره السنه دي؟ ولسه في اللاكريمال جلانز في الار، يعني اربع اماكن في سنه ثانيه كلهم هاخدها. ورشا. حبايب انا كده خلصت مين؟ الجزء السهل في المحاضره. نخش على الصعب؟ أنا مش هكلم حد بيتكلم مع اللي جنب. أنا داخلة في أصعب حتة في الشابتر ده. تكتبهولي وتحفظوها معايا قبل ما تقوموا ولا تقعدوا تلغوا؟ تلغوا اختاروا تلغوا. طيب يلا يا حبايبي. حد شايف المنظر ده؟ مين يفكرني إيه دي؟ لا 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 أنا هشاور وتقول لي إيه ده؟ إيه ده اللي بره؟ كبسول وإيه ده؟ ازاي دي متعلق مع الكبسول بس ولا مع الترابيكلي كمان؟ والتخينه دي مين؟ ترابيكلي. خدت بالك الترابيكلي مقسمه الغده الى ايه؟ لوبس كبيره ثم اللوب الكبيره دي ازاي اتقسمت الى لوبس؟ ايه القوه الزلمه دي؟ دي الاسيناي اللي نوعها ايه؟ سيرس. طيب يبقى دول الدكس مش كده؟ الحمر دول الدكس والسود دول مين؟ الاسيناي. الدكس خمس انواع من الضغط
ولو انت معاك الكتاب وحتى حاول تقراها معايا في الجنرال اركيتكتشر ده هتلاقي الدكت سيستم بتاع السريبر جلانس. خلي بالك بتاعت البارودكت هي نفسها بتاعت السامبل جيبلون هي نفسها بتاعت الستار ليجوال، يعني لو فهمتها فين يبقى خلصت في البارودكت يبقى خلصت في كل السريبر جلانس. تيجي بقى نقول اساميهم بس. خد عندك بالشيف انتركاليتد دكت. لا بص اسمعي وركزي قوي. انترا لوبيولار دكت وبعدين انتر لوبيولار دكت ثم انتر لوبر دكت ثم المين دكت. بس المين فرد الدكت. يبقوا كام دكت قلنا اساميهم بس؟ كل واحده فيهم عايزه سيادتك تقول لي مكانها فين ده اللي هيرششهولي مكانها اسمها. ثم لاين بانف نوع من الابيثيليا بحب صمم زي اسمك ومش مسموح القضاء فيه. الدوت سيستم بتاع السريبر جلانس او البارودت حاجه واحده ولا لا؟ لو قال لي بارودت او سريبر جلانس نفس الاجابه. حبايبي ده سؤال شوط. ده من الامتحانات بتاعت الميد تيرم. ممكن تسمحني ان هقول لك كل اسم دكت. انا بشرح الدكت سيستم دي حوالي 8 مرات لغايه ما ايه؟ تبقى اتحفظت معايا. وكل مره هقولها هزود معلومه المره اللي بعدها. بتحس في الاخر تبقى لميت الدنيا اكتر. ممكن بقى سيب ايدك وتبص معايا الرسمه دي؟ ايه ده لو؟ لو طب ودي؟ لوميو. طيب حد شايف دول اسيمايو مش كده؟ اول ضغط لا انا قلت ما حدش يتكلم بقى خليكم معايا. اول ضغط اللي هي لسه طالعه منين؟ من الاسيمايو. تبقى اصغر ضغط ولا لا؟ تفتكروا يا جماعه ان هنا شايفه الاسيمايو بالعافيه هشوف الضغط الرفيعه قوي اللي هستاذنك مش هفهمك معنى اسمها دلوقتي. هفهمهولك المره الجايه. اسمها انتركاليت الضغط. قلت ايه؟ تأجلوا لي فهم معنى اسمها للمرة الجاية؟ دكتور الانتركاليت ضغط ارفع ضغط لسه طبعا من اسيناي ولا لا؟ فتبان في التكبير الصغير ده تفتكر تبقى باينه؟ لا انا هفترض ان مكانها مكان مين؟ الاسيناي دي لسه طالعه منها. يبقى انا رسمتها في التكبير ده. لا مين يقول لي اول ضغط اسمها ايه؟ انتركاليت باينه في التكبير ده ولا حجمها صغير قوي؟ وهقول التنويه عن these are the first dots which arise with the sinai. دي اول dots لسه طالعه من الاسيناي. يبقى very small ولا لا؟ طيب سيبها لي دلوقتي. ممكن الدكتور تقول لي مكانها فين على الرسمه؟ انا افترضت ان مكانها مكان مين؟ للاسف كذا واحده. دكتور كلكم معايا؟ كذا واحده انتركاليت يجمعني يفتحوا الضغط هنا اكبر شويه جوه اللوبيو. يبقى اسمها ايه؟ انترا يعني انسايد. انترا لوبيولار دكت. قول تاني الاسم. انترا لوبيولار دكت. دكتور كذا واحده انترا لوبيولار ممكن تسيب ايدك وتبص هنا. كذا واحده انترا لوبيولار يجمعوا يفتحوا الضغط اكبر شويه. مكانها فين؟ ما بين اللوبيولا دي واللوبيولا دي. يبقى اسمها ايه؟ انتر لوبيولار دكت. مره واحد قال لي انتر يعني خش يبقى جوه. انت تخش جوه ده بحرف ايه؟ الاي. انما انتر اللي قلت دلوقتي بحرف الاي معناها ان بتوين. فانا بقول انتر لوبيولار معناها ايه؟ ما بين اللوبيولا. دكتور كذا واحده انتر لوبيولار من مثلا من هنا دي وممكن ما بين لوبيولا ولوبيولا تانية هنا يفتحوا الضغط اكبر ما بين لوب كبيره ولوب كبيره. يبقى اسمها ايه؟ انتر لوبر ضغط. ثم كذا واحده انتر لوبر يفتحوا في المين بارود الضغط. مين شاطر اناتومي يقول لي المين بارود الضغط بتفتح فين؟ في الماف كافيتي اوبوزيت الابر سفن مولر تول مش كده؟ مين يقول لي اسامي الضغط؟ دكتور بص بقى انا اول مره اقول مع بعضهم اسم الضغط وكم اول واحده اسمها
بين اللوب يعني ما بين لوب ولوب كبيره. ثم المين مرض الضهر اللي هتفتح فين في الاخر؟ في المعمل. عايزه اغششك معلومه عشان نالف الاسئله. يا جماعه انا مشكلتي ان كل ضغط منهم ليها ابيثيليا مشكل، ده حتى الضغط الاخيره ليها نوعين من الابيثيليا. احفظها ازاي؟ واحنا بنتعود نحفظ ولا نفهم ونالفها؟ طب تفتكر مين قصبة الضغط دي؟ ادي انا مش باني على اسمها من كتر ما هي رفيعه. انتركاليت الضغط دي نوع بسيط اسمه سيمبل كيوبيكال ابيثيليا. طب حد قوي الذاكرة دكتور يقول لي مين فرق الضغط هتفتح فين في الاخر؟ طب هو بقى بلايند ايه يا سيرتيفايد فيمس بس نان؟ ايه ده؟ يعني انا المفروض اتدرب بالابيثيليا من اول مين؟ سيمبل كيوبيكال لغايه سيرتيفايد يعني ايه لغايه ما اوصل سيرتيفايد ايه؟ سويس. بص دكتور العلو في الاول بيبقى جراجوال وبعدين يسرع شويه. حد فاكر كيوبيكال مين اللي عمل منها؟ لا قبل كولومبر. ومين هو لا عالي قوي زي كولومبر ولا واطي قوي زي كيوبيكال؟ ومين اللي كيوبيكال؟ يا دكتور اول ثلاثه كيوبيكال ثم كيوبيكال ثم كولومبر. مين يقول لي بقى اسم الضغط مكانها لاين بي؟ انا عايز اول ثلاثه. دكتور عايزه تتعلمها وتخلص منها بقى. اول واحده اسمها انتركاليت الضغط. These are the first ducts which arise من الاسيفايرايم سيرفيديو. They collect to form الثانيه اسمها انترالوبيلر ضغط مكانها انسايد اللوبيول. تطلعي بايه؟ هاي كيوبويد سيلز. حبايب they collect to form الانترلوبيول مكانها فين؟ in between the lobules by the center والعمل. طب بص استنى بقى مين اللي بعدها؟ انترلوبر يعني ما بين مين؟ لوب ولوب. طب وبعدها مين؟ طب ينفع اقلل مره واحده من سنتر من كولامبر؟ فاكرين السنتر فايس فيمس؟ حد فاكر كولامبر لما يتزاحم؟ حد فاكر المنظر ده؟ سود ستراتيفايد كولامبر. يبقى الانترلوبر ايه؟ سود ستراتيفايد كولامبر. دكاترة مين يقول انترلوبر مكان؟ مين بين لوبس لاين سود ستراتيفايد كولامبر. انا كده ما فاضليش غير ضغط واحد اللي هي مين فرط الضغط. مين بالولاد بقى شاطر قوي يقول لي مين فرط الضغط؟ ينفع اسال ان سود هو كان نايم. فاكرين الجازات ده هو وان نايم بس انا بتخمم فيه وافتكره دو. حبايبي ينفع اسال مره واحده من سود الى سبيتش فايس فيلز واعلى اللي يوصل 30 نايم؟ شيل كلمه سود يبقى مين ضغط فاولها ستراتيفايد كولاب. يقلب الى ستراتيفايد سويمس لما تيجي تستخدم الماوث كافيتي. طبعا حته تقيله عايزه اسم الضغط مكانها لاين بايه؟ يلا حبايبي نبتدي من اول. اول ضغط اسمها انتركاليت الضغط مكانها في اول ضغط لسه طالعه من الاسينار لاين بي سمبل كيو. ليه كلها نفور؟ انترالوبيولر ضغط من اسمها مكانها فين؟ انسايد اللوبيول لاين بي سمبل كيوبويد. دكتور جمعوا عملوا انترالوبيولر مكانها ان بتوين اللوبيولز لاين سمبل كيوبويد. جمعوا فتحوا فين؟ انترلوبر ضغط يعني مكان ان بتوين لوبس لوبس لاين بي ما فضلتش غير مين؟ المين فرض الضغط فاولها شيل كلمه سود تبقى لاين بي ستراتيفايد ايه؟ كولامبر اللي لما يعلى قوي يقلب ستراتيفايد سويمس اد اتس اوبننج في الماوث كافيتي. وانا كده خلصت الضغط سيستم الحته بتاعتك
بص الضغط نمبر 2 اللي اسمها ايه؟ انترادوري. على فكره بنموت فيها في الدادش ودايما نشاور عليها، والطلبه كتير بتتلخبط فيها مع الضغط الاخرى. الانترانوبيلر ملاحظ انها حمرا قوي، ملاحظ ان انا كبرتها هنا دكتور، ملاحظ ان انا رسمه فيها تخطيطه حمرا من تحت كده، بيسموها اسم تاني سترايت الضغط. يعني ايه سترايت؟ الضغط المخطط. لا 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 بس اسمعي، ده يسألك في الشنطة ليه سميناها سترايت الضغط؟ مرة يسموها سكريتوري الضغط، مرة يسموها سترايت الضغط، كل الكلام ده مكتوب عنه، مرة يسموها سترايت الضغط، وطبعا الاسم العادي بتاعها انترالوبيلر الضغط. طيب هو ايه اللي يدي لون احمر؟ انا عملتك اللي بيزرق كلمة واحدة نقولها لي، رايت كروموسوم سواء كانت فري او اتاش. طب ايه اللي بيحمر البريس؟ تيجي نشوفها نكبرها قوي بالالكترو مايكروسكوب ونشوف سبب الحمار اللي فيها التخطيطه الحمراء دي. يمكن هنا تبقى اوضح لك. اهي ايه ده دكتور؟ بيزل اسيدو فيلك ستريشن. مين فاكر السنه الاولى خدنا كلمه اسمها، فاكرين بيزل موديفيكيشنز؟ مش كان واحده اسمها بيزل ان فول ديز؟ حد فاكر المنظر ده؟ لما قاع السلم، قاع السلم حصل السلم برين حصل له ان فول ديز، تغيير دخلت لجوه كده. طب مش فاكر ده السلم برين دخل لجوه؟ دي برين حمرا. ثم اسال قاعده الخليه الحجرات ولا لا؟ الحجرات دي اتملت ميه يديك الايون ترانسبورتنج سيلز، يتعمل ترانسبورت لصوديوم ايونز. نقول تاني دي ايون ترانسبورتنج سيل. حبايب دي بيزل ايه؟ السيل المبرين عمل تنايات لجوه كده، التنايات دي قسمت قاع السيل دي الى حجرات ولا لا؟ الحجرات دي مليانه ميتو ايه؟ مين شاطر من الولاد يقول في الميتوكوندريا كان عليها ممبرين واحد ولا دبل ممبرين؟ طب يا حبايبي السيل ممبرين نفسه اللي دخل لجوه مع الميتوكوندريا اللي عليها دبل ايه؟ ادتني التخطيطه الحمراء لتحت. فسميناها الضغط المخططه، سميناها سترايت الضغط. دكتور انا كده غطيت مين؟ تماما الضغط. فضلت بس اعرف ان في الباردد اسمعي دي نقطه مهمه قوي، المين دوت اللي بتفتح في بقك خدتها في الاناتومي اسمها ستينسنز دوت. الاسم الخوالي اللي اكتشفها اسمه ايه؟ ستينسنز دوت. مين فكرني مين دوت لاين بايه؟ بالاول كده ايه؟ ستيفايد كولام. ايه اللي يخلي البيه؟ ستيفايد سويمس لما تيجي تفتح في الماوث كات. ممكن عشان انا بذله مجهود كبير قوي في الرسمه دي، ركز قوي معايا وتقول لي ايه اللي انا برسمه ده؟ مش ده الترابيزه؟ قسمت شش شش. بص على الرسمه دي، دي هتطلب منك ترسم بالالوان. ده هيقسم لي جلاند الى لوب كبيره يمين ولوب كبيره شمال. طب ايه ده؟ طب كده يبقى لوبيول ولوبيول. ملاحظ اللوب الشمال دي اتقسم التصغير لوب ايه؟ لوبيوس. دكتور حد شايف المنظر ده؟ دي ضغط. طب اللي جوه اللوبيول يبقى اسمها ايه؟ انترالوبيول. حد فاهم اللاين بايه؟ بالكيبويد اللوايات مدوره. طيب حد شايف دي؟ دي انترا ولا انت؟ انت ايه؟ لاين ايه؟ طب اللاين بايه؟ طب انت اللوبر شايف انا رسمة صفين نوايا ده المنظر الكذاب. ها سود وستراتيفايد. طيب ايه ده بقى؟ ما هو الترابيك دي كلها اسوشيتد معاها فات. ممكن اسالك سؤال؟ شاورني كده الفواتير فين؟ هنا الخطه؟
الفرائض مليانه ايه؟ اكثر مده لعابيه الفيتامين بتاعتها مليانه فات مين؟ يعني صابنا بنبدا وستابيل الفات بيقل. حد يقول لي ايه ده؟ لا لا مش هتعوزي بس انا شوفوا دي ايه ده بقى؟ طب وانا في امتحان اخر السنه مطلوب مني اقعد ارسم كل الاسئله دي كمان بين الخيول واحده وكفايه وممكن اعمل حدودهم ولو الاثنين بس منهم. طيب ايه ايه نوع الاسئله دي؟ زيرو. حد شايف ازاي مش بيجوز فين؟ في الايدز بس مش بتلاقيه يخلص في حاجه. طيب ايه ده يا دكتور؟ جدول حفظ صم. انا كده خلصت ليه؟ فرضت بس الباقي بقى هنعمله بطريقه سهله قوي. ما انواع الاسيناي اللي موجوده في السلابري جلانز عموما؟ في سيرز وفي ميوكس وفي ميوكوسيرز، يعني كم نوع؟ بس الفرضت ما فيهاش غير ايه؟ سيرز بس. طيب الجدول ده سنة ا وسنة اي الفرق بين مين ومين؟ سيرز وميوكس. مين دي؟ سيرس ومين دي؟ مين سمولر دامجر؟ سيرس دي لارجر دام. لا على فكره الناس قدامك ولا الناس معاك؟ طب هنا اليوم ايه؟ نار. لكن هنا برايتر. طب هنا السيرس كانت ايه؟ هاي بيراميدال سيرس. كانت حدودها واضحه ولا نار كلير باوندرز؟ لكن هنا هنا ايه؟ هل هاي بيراميدال ولا لو كيوبويدال؟ وذ كلير باوندرز حدودها واضحه معناها السن البين ايه؟ ستريت. طيب مين يقول لي السيتوبلازم هنا كان ازرق غطيس؟ دي في بيزو فيلم. لكن هنا بين وفاكيوليت. دكتور ميوكس دول عمرنا عارفين ان مين بيدوب من مين؟ الميوكس بس انا السيتوبلازم فرق. طب يا دكاتره هنا كان في ايه؟ كان ايه؟ نيتروجين. كان متأكد النيوكليس؟ النيوكليس فين؟ سنترال وراه. لكن هنا بص بص مين خد باله من هنا سنترال وقعاتي؟ كل ده نيوكليس بان السل فحص مين؟ يبقى النيوكليس بيزل وفلات. نيوكليس فين؟ بيزل وفلات. طب يا دكاتره ايه؟ اسال سؤال محتاج ذكاء. خلي بالك عشان في اسئله في الامتحان ساعات تبقى تريكي شويه ما تاخدش بالك منها. لما يقول لك قول لي اربعه هيستولوجيكال ديفرنسز، سيبوا الحته دي. اربعه هيستولوجيكال ديفرنسز ما بين سيروس وميوكس اسيد. يعني ايه هيستولوجيكال؟ يعني حاجه تشوفها يا باللايت يا بالليكتور. لكن ما تقوليش بقى دي بتفرز سيروس فلويد ودي بتفرز ميوكس وانا بشوفه بيفرز ولا لا. يعني في حاجه شفتها تحت الميكروسكوب كانت سيروس ولا ميوكس؟ يعني اوصف فيها نفسها اه. سمول دامتر لارجر دامتر كلير باوندز نوت كلير. يعني مين؟ حد بقى شاطر يقول لي تفتكر بعقلك كده. حد فاكر باسكت سيرفس؟ هو بالمناسبه ليه سموها باسكت؟ بص على ايدي شايف ايه عامله كده اهو. بصيلي يا دكتوره لما بتعمل كونتراكشن تعمل كده اهو تاخد شكل ايه؟ بس بسموها باسكت سيلز. لا معايا باسكت سيلز. تفتكر اللي بيفضل الاقي عدد اكبر من الباسكت سيلز في السيروس ولا ميوكس وليه؟ ميوكس. عشان مكتوب عندكم انها اكتر في ميوكس. انا عايزه اسالك مين اكثر لدوده؟ مور بيزنت. ميوكس فمحتاج دفع اكبر انما الميه سهله. ها دي سبب تاني. مين الدايمتر اكبر؟ مش اليوم الدايمتر يدي حوالي يوم ولا حوالي 100 بس يبقى دي الدايمتر اكبر.
ان انا السيرس الدلتا بتاعها صغير فمحتاج عدد اقل. حد فهم كده؟ ممكن تلخبط مين البص السيرس عددها اكبر في مين؟ في مين اكتر؟ في الفلوس. كده خلصت الفرق بين مين ومين؟ طب مين شاطر يقول لي يعني ايه ميو وسيرس اسيتس؟ ده سؤال شوط. بص بص المنظر ده، حد شايف الرسمة دي؟ مين دي؟ مين دي؟ دي في الأصل إيه؟ ميوتس، وعلى جنب في بنيطة من مين؟ السيرسيس. فسميناها على بعضها إيه؟ ميو وسيرس أسيس. لو سمحت أنا بدأت بكلمة إيه؟ ميو، يبقى هي في الأصل كانت إيه؟ ميوتس أسيس هاف إن إيه أون وان سايد. في مجموعة من السيرة السيلز، في كام بورنيطة من السيرة السيلز على جنب واحد on one side. البورنيطة دي عاملة زي الجيران ولا لا؟ دكتور اشرحلك دول سيرز. النواة فين؟ سنتر وسيروبلازم اللي لونه ايه؟ دي الميزوفيلك وفي جاي بيتكلم ايه؟ سيتوجينيوس. ممكن تسيب حاجة ثانية. بص معايا هنا، الهلال ده سموه كريسنت اوف جايانوزي. اسمه ايه؟ على فكره ممكن كده سؤال ميد ترم اتكلم شورت نوت على كريسنت اوف جايانوزي، تقول له ايه؟ دي مجموعه من ايه؟ سيكاس سيلز اون وان سايد اوف اميوكاس اسيدز. المفاجاه سيروس يعني بتطلع ايه؟ لا مش سامع. سيرس يعني الميه وعليها انزيم. عارفين الانزيم هنا ايه؟ مش الامايديز، هنا انتي بكتيريال انزيمز. مش في ناس يا جماعه ما بيغسلوش دماغها؟ في ناس ما بتغسلش بقها من اصلا، ومع ذلك قليل لما نسمع ان في التهابات فين؟ في الفم. السلايف فيها انتي بكتيريال انزايمز. مين اللي بيعملها بقى؟ انتي سيلز اللي هي بتاعت مين؟ كريسنت اوف دايانوز. دايانوز ده اسم العام اللي اكتشفها، او بيسموها سيرس ديمليونز. ديمليونز معناها اهلنا. هلال كريسنت او هلال. دي مليون معناها هلال جمعها اهلة. على فكره الانتي بكتيريا الانسان على فكره ده بيتسال في الشهر اسمه لايزوزايم. سمعنا الاسم ده قبل كده؟ مش قادره اقول لكم بالذات سالت ازاي؟ قالت لي في الفانس سيلز بتاعت الانتستن. ففي قلنا بتعمل انتستاينال انزايمز وانتي بكتيريال ايه؟ انزايم كان اسمه لايزوزايم. This one دي برضه؟ لا طبعا، عشان فيها ايه؟ طب لاحظين السيرس قليلين؟ اسمع الكلمة دي، إذا اجتمع السيروس والميوكس والميوكوسيروس تبقى صعبة جدا. نقول إيه؟ إذا اجتمع مين؟ السيروس والميوكس والميوكوسيروس تبقى صعبة جدا. طب صعبة جدا دي هيومن ولا دوج؟ شكلها دوج ليه؟ عشان مليانة إيه أكتر؟ ميوكس أكتر. مين اللي بياكل عظم كتير؟ محتاج ايه للزفلطه؟ اه وتلاقي كان بدون ما وقت بيريح واليد كلها ميوكس. يبقى المنظر ده معناه ان في ميوكس كتير. انتوا عارفين مفاجاه بقى؟ الهيومن سب مانديبلر هي فيها خليط من الثلاثه بس السائل السيرس. طيب في جدول سريع انا عاملاه كده. الفرق خلاص يعني حاجه، الفرق بين الباراتيت صف مانديبلا وصف ليه؟
مين أكبر واحدة فيهم؟ أنا دول. أصغر واحدة؟ صبري. طيب مين يقول لي مكان كل واحد؟ فرنسا فين؟ فرنسا مين هنا في دماغه؟ مين in the floor of the mouth cavity؟ الصبري. طيب حد شاطر يقول لي الكبسول أدخن واحدة؟ فرنسا ومكان إيه؟ على فكرة الكبسول هتبقى أرفع شوية بالسمن كده أرفعهم خالص فين؟ بالسمن. نيجي للترابيكلي والسيدوك في البراطن سواء الكبسول أو الترابيكلي الاثنين فيري إيه؟ فيك والاثنين فيري ريتش فيك. طيب كل ما أروح ناحية السمن كمية مين تقل؟ الفاتر. طيب خلي بالك السمن تبقى الكبسول تخينه لكن الترابيكل ترفع. العكس فين؟ السمن الكبسوله رفيعه لكن الترابيكل تخينه. دكتور عارفين ايه لما اشوف احلف فرادد ولا سمن تبقى ولا سمن انواع الاسينار؟ مين يقول لي مين بيور في سيرس؟ بص بص احفظها كده انا حاطه مين الاول؟ فرادد ثم سمن تبقى ثم سمن الفرادة دي بيولي سيروس. السبمن نفلر مينلي سيروس يعني 90% منها سيروس لكن الباقي يوكس عن يوكس سيروس. طب السبلينجوال مينلي يوكس وما فيهاش بيور سيروس مين يفسر لي الكلمة دي؟ يعني فيها يا ميوكس يا ميوكس سيروس لكن ما فيهاش سيروس بس دي مين دي؟ نو بيور سيروس في الصبي. على فكره احنا حاطين في المعمل اذا انا قلت لك السمن تبلر في النص ميلي ايه؟ وتخش المعمل حاطين لك سمن تبلر معظمها ميوكس. اصل بتاعت المعمل مش واخدينها مليانه ده واخدينها منين؟ من دكتور بيقول لك سمن تبلر او دكتور. طب دكتور حد فاكر اسامي الدكتس؟ هتقول حاجه في الدكتس فرق بينهم؟ اسم المين دكت هنا كان اسمها ستنسز ايه؟ مين يفكرني كانت بتفتح فين؟ لحظه الاول سكند وورتون. طب بتاعت السبمن تبلر اسمها وارتون ستار سمعت عليها؟ دي بتفتح فين؟ في الفلور اوف ذا ماوث كافيتي. دكتور سهله السبلينجوال يا اما تفتح مع وارتون ستار بتاعت السبمن تبلر بكومن اوبننج يا اما تفتح بسيبريت اوبننج في الفلور برضه بتاع الماوث كافيتي. يعني تفتح مع وارتون يا اما تفتح فتحه واحده. ده الكلام بسيط جدا ولا لا؟ انتوا عارفين كده احنا خلصنا مين؟